التقى جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم على هامش حضوره معرض الطيران الدولي ماكس هذا، واطلع جلالته على آخر ما توصلت إليه صناعة الطيران والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 80 وفدا تمثل مختلف دول العالم وكبريات شركات الطيران في العالم. هذا وجال جلالته والرئيس الروسي وكبار الحضور في أروقة المعرض الذي يعد من أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في الطيران والصناعات الدفاعية الجوية على مستوى العالم، ويمثل واجهة الصناعة الروسية في هذا المجال. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال افتتاحه المعرض عن قناعته بأن معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء سيبقى ساحة فعالة للبحث عن شركاء جدد بغض النظر عن تقلبات الظروف السياسية الدولية، مضيفا أن المعرض لهذا العام سيشهد عقد اتفاقات مهمة عدة، منها اتفاقات متعلقة بتوريدات طائرات سوخوي سوبر جيت 100 الروسية الحديثة إلى الخارج. ومن المقرر أن يعقد جلالة الملك والرئيس الروسي جلسة مباحثات موسعة تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وخاصة في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والحرب على الإرهاب. Продолжение следует...